مش هقول لك اعمل لايك او سبسكرايب او شير للفيديو، انا سايب كل حاجه بمزاجك يا باشا. الفيديو اللي عجبك اعمل كل اللي انت عايزه، الفيديو ما عجبكش قول برده رايك السلبي الجميل في الكومنتات. وكل سنه وانت طيب بمناسبه رمضان. بصراحه واحد من اجمل الاشواط اللي ممكن تشوفها في دوري ابطال افريقيا هو الشوط الاول بتاع مباراه شباب بلوزداد والترجي التونسي، كانت مباراه جميله جدا في اول ربع ساعه. واحد من افضل الاهداف في البطوله هدف حسام الدين مرزيق في الترجي التونسي في اول دقيقتين، كره جميله جدا فكرتني بهدف فلورينزي في برشلونه. بس بصراحه كره حسام الدين مرزيق كانت ابعد بكتير من كره فلورينزي، هي شبه شويه بتاعت يوسف بلايلي في المغرب، بس كان هدف جميل جدا. الترجي التونسي برغم انه بادي بطريقه لعب اقرب للدفاعيه علشان يحافظ على النتيجه اللي هي مفروض التعادل، لان مفروض ان رياض الجعيدي كان عنده افكار ان هو هيسيب شباب بلوزداد يهاجم علشان شباب بلوزداد هو اللي عليه عبء المباراه. يعني شباب بلوزداد جاي تونس عايز يعمل نتيجه ايجابيه علشان خاطر يصعد اول، لان هو ما عندوش اي حل غير ان هو يسجل اهداف في ملعب الترجي علشان خاطر يصعد اول، يكسب الترجي يصعد اول، يتعادل مع الترجي اكتر من 1-1 برضه يصعد اول. فسيد رياض الجعيدي كان عنده افكار فنيه محترمه. بصراحه الراجل بحس ان هو طالع لي من لعبه فيفا، اللي هو مطلوب منك انك تقدم اداء كويس ومطلوب منك تعمل نتائج ومطلوب منك انك تقدم لعيبه شباب. بحس ان الراجل يعني بيعمل كل حاجه حرفيا على حسب الموازين، اللي هو لعيبه شباب هحط لك لعيب زي رائد، هحط لك لعيب زي بلال شبار النهارده، تغييره زي منتصر التريكي في نهايه المباراه، كلها لعيبه شابه رياض الجعيدي دخلها في دوري ابطال افريقيا مع الترجي التونسي. في غياب رائد النهارده شفنا بلال شبار اللي كان ثالث تالت مع بدران ومع توجاي في خط الدفاع، شفنا كولوبالي والشعلاني في نص الملعب، شفنا امين بن حميده ناحيه الشمال وعرفاوي ناحيه اليمين. وهرجع تاني اقول لك صابر بوغرين على فكره بيلعب جناح، انت بتقول لي نص ملعب يا جماعه، صابر بوغرين مع السيد رياض الجعيدي بيلعب هاف، بيلعب هاف. والنهارده كان ايوالا بيلعب جنبه ومهاجم ايدو. ايوالا بصراحه انفجر، يعني ايوالا بيقدم اداء مميز جدا، ايوالا عمل اسيست جميل جدا لامين بن حميده، امين بن حميده شاط المدافع بتاع شباب بلوزداد جابها في نفسه، وبعد كده ايوالا سجل هدف تاني جميل جدا، اللي هو بسم الله ما شاء الله. من ساعه ما قلت على ايوالا محترفين الترجي فيستك لقيت ايوالا بسم الله ما شاء الله كل ماتش بجون، اللي هو بحب انا اللعيب اللي بيحرجني، انا بتكيف منه بصراحه، اللعيب اللي بيحرجني ده بحبه جدا بصراحه. فرقة شباب بلوزداد هرجع تاني واقول لك ان ماركوس باكيتا عامل فرقة محترمة جدا جدا، ماركوس باكيتا عامل فرقة محترمة من شباب بلوزداد. ماركوس باكيتا كان رايح يهاجم الترجي التونسي وما كانش عنده أي مانع ان هو يلعب جيم مفتوح، وما كانش عنده أي مانع ان العناصر بتاعته تبقى في منافسة فردية مع لعيبة الترجي التونسي، اللي المفروض ان شباب بلوزداد كان بعيد جدا عن بطولة أفريقيا وكان بعيد عن المنافسة في بطولة أفريقيا، وطالع تقابل الترجي التونسي مش مكتفي بفكره انك تاني مجموعه فيها الترجي والنجم الساحلي، طالع عايز تكسب الترجي التونسي في قلب تونس. فكره محترمه، والامانه اشتغل على الفكره دي كتير جدا. وللامانه برضو احصائيات المباراه هتلاقي ان الراجل يعني ما كانش بعيد قوي، بالعكس تماما، هتلاقي ان شباب بلوزداد 64% نسبه استحواذ، اجمالي تسديدات 12 تسديده منهم 2 على المرمى و8 خارج المرمى، الترجي التونسي 10 تسديدات 3 على المرمى وثلاثة خارج المرمى. هتقول لي ايه ده الاستحواذ ده كله ازاي؟ ما انا هقول لك عزيزي، ما هو رياض الجعيدي بعد ما سجل الهدف الثاني ساب الكوره وقرر ان هو يشتغل كلاحه كارلوس كروش، واللي هو باشا انا جبت جولين خلاص بقى، كورتك الجميله اهي خدها يا عم شباب بلوزداد، وخدها يا جماعه الكوره اهي العبوا بيها زي ما انتم عايزين، بس مش توصلوا لمرمى معز بن شريفيه. بصراحه كان في تصويبه خطيره على مرمى معز بن شريفيه، بس دي جت في الاعاده في بتاع الشوط الثاني. بس الشوط الثاني كله رياض الجعيدي مشيه زي ما هو عايز، للامانه برضه رياض الجعيدي مشى الشوط الثاني زي ما هو عايز بالحرف. خليل شمام نزل مكان بلال شبار للاصابه في الدقيقه 67، حمدو الهوني مكان حمدو الهوني نزل مكان سابر بوجرين في الدقيقه 73، منتصر التريكي في الدقيقه 81 مكان كينجسلي ايدو، وايوالا طلع في الدقيقه 81 ونزل مكان محمد علي حموده. منتصر تريكي طلع لسه شباب، بس دي برضه حاجه تحترم للسيد رياض الجعيدي، اللي هو انت دخل لو دخل في جول ساعتك هتخسر الصداره بتاع المجموعه، مفيش اي مشكله، هنزل لعيب شاب يكون موجود في دور صانع الالعاب او يكون موجود على الطرف، علشان احنا لسه هنكمل بال 3 4 2 1 اللي احنا بنلعب بيها. الناحيه الثانيه ماركوس باكيتا، ماركوس باكيتا عمل خمس تغييرات،
محمد اسلام بالخير مكان شمس الدين النساخ في الدقيقة 46. محمد اسلام بالخير برضو قدم اداء كويس لما نزل للامانه. مختار بالخطير مكان خالد بوسيليو. تبت العريبي مكان كريم عريبي. واعتقد دي كانت تغيير فيها مشكله، ان لما طلعت كريم عريبي فخسرت الاولويه بتاع الكرات العرضيه اللي انت كنت عمال تلعب عليها طول المباراه. عادل جرار مكان محمد اسلام بكير وفي محمد اسلام بالخير ومحمد اسلام بكير. حسين سلمي مكان، لا هشام خلف الله مكان حسين سلمي. في بالخير وفي بكير. بص هو الاسامي بتاع فرقه شباب بلوزداد يعني صعبه على امثال نطقها، بس هي لعيبه محترمه جدا، لعيبه قدمت اداء كويس جدا، لعيبه قدرت ترجع لشباب بلوزداد ان هم يقدموا اداء كويس جدا وان هم يبقوا طالعين تاني مجموعه، اي اول مجموعه اعتقد ان هو يواجه صعوبه كبيره جدا مع شباب بلوزداد. واكتر حاجه بتمناها كمصري ان انا ما اعش مع الترجي التونسي، لان انا مستواي الحالي بيخوف بصراحه، وبصراحه مش عايز اقابل الترجي التونسي. بصراحة يعني احنا مش تفلسفش، انا مش عايز اقابل الترجي ولا عايز اقابل الرجاء ولا عايز اقابل الوداد. بس المشكلة ان انا طالع من مجموعة فيها سان داونز، هتعدي بالنسبة لي ازاي؟ مش هتعدي، ما طبيعي البس اي فرقة فيهم. بس ساعة الله يعني هلا عزيزي. بس بصراحة عجبني جدا اداء الترجي، وعجبني جدا الكلاحة اللي لعب بيها الترجي تونس الشوط الثاني. انا سجلت هدف لو راجل بقى اعرف اوصل لمرمى المعز بن شرفية. وطلعوا بالنتيجة اللي هي ترضي الترجي وترضي جمهور الترجي وترضي أنصار الترجي وترضي أي حد بيتكلم على الترجي التونسي. أنت طالع كسبان أول مجموعة متصدر، لا تكلمني بس يا باشا، خدت اللي أنت عايزه الماتش لا أكتر ولا أقل من كده. لو عجبك بقى الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فتعال نحط على إيده ولا شوية، يمكن ربنا يكرمهم ويفضلوا يسجلوا ويفضلوا يقدموا تألق، لأن واضح إن إحنا لما بنقول عليهم إن هم بيقدموا أداء سيء ربنا بيكرمهم وبيقدموا أداء كويس.